يقول أنا متزوج وأرغب الزواج من امرأة أخرى، وحالتي المادية ميسورة ولله الحمد، ولكن في بلدي قانون لا يتم الزواج إلا بموافقة الزوجة الأولى، وقد تزوجت من دولة أو من بلاد أخرى، فهل الزواج صحيح وهل علي إثم في ذلك؟ إذا كان الزواج قد توفرت شروطه وأركانه هو زواج صحيح، ولو لم ترضى زوجتك، فإن الله جل وعلا أباح تعدد الزوجات لمن يقوم بالعدل ولم يربط ذلك برضا الزوجة ولا برضا أحد. قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلا يرجع في هذا إلى أحد ما دام أنك تقدر على العدل، وهو المساواة بين الزوجات في الإنفاق والسكن والكسوة والمبيت. إذا قمت بهذا، هذا هو العدل، ويباح لك أن تتزوج، أو يستحب لك عند بعض العلماء أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة، ولا تأخذ رأي الزوجة ولا رأي أحد.